الجزئيه دي هي جزئيه الرايتنج الموجوده في كتاب ماي فريند. هو عاملها على شكل 4 حصص، وكل حصه كده بشويه تمارين تقريبا 30 سؤال او اكتر، نمسكهم نحلهم كده واحد واحد عشان هما شويه اسئله محترمه متنوعه عظيمه. اول سؤال بيقول لك a full stop can't be used. الفول ستوب لا يمكن ان يستخدم، ما ينفعش نستخدمه امتى؟ before the person you are speaking to، قبل اسم الشخص اللي انت بتكلمه. الطبيعي لما بكون بكلم عمر مثلا، فبروح بدأ الجمله كده بقول له عمر مثلا open the door، open the door، فاحنا بنستخدم بعد الاسم اللي انا بكلمه بستخدم بعده كومه. طيب ولو جبناه في اخر الجمله بنعمل قبله كومه، فعشان كده ممكن اقول لك open the door، افتح الباب، وراح عامل كومه كده وراح قايل لك هنا عمر. حلو، فركز بقى دي كده قبل الاسم اللي انا بكلمه اللي هو مين هنا اللي بكلمه اللي هو عمر، ما نستخدمناش نقطه، وهنا كذلك ما استخدمناش نقطه، فكده كده ما بنستخدمش قبل النقطه، ممكن نستخدم كومه بعده او قبله على حسب موقف الجمله. فكده الاجابه اللي ما ينفع او الحته اللي ما ينفعش نستخدم فيها نقطه هي دي. طب الجمله الثانيه بيقول لك فيها ايه؟ at the end of statement، في نهايه الجمله الخبريه، اه حط لي نقطه. at the end of reported questions، في نهايه الجمله اللي هي الكلام المباشر السؤال المنقول. بمعنى ايه بقى؟ لما اقول لك مثلا على سبيل المثال I asked عمر where he was، وفي الاخر نحط ايه نقطه. ده كده بنسميه ريبورت كويشن، يعني سؤال منقول، يعني لما نيجي ننقله فبنعمل في الاخر نقطه. والراجل يقول لك اللي ما ينفعش نستخدم نقطه، يبقى كده غلط لانك بنحط نقطه. at the end of imperative، في الجمله نهايه الجمله الامريه بنحط له نقطه زي ما انت شايف كده، افتح الباب يا عمر، حطينا في الاخر نقطه. طيب كده اول سؤال كده تمام. السؤال الثاني بقى الراجل بيقول لك اكولون، الكولون اللي هم نقطتين فوق بعض دول، انا عايزك تركز كده ان عندك حاجتين اتنين، عندك حاجه اسمها كولون نقطتين فوق بعض، وعندك حاجه اسمها سيمي كولون عشان ما تلخبطش الدنيا. الكولون كان بي يوزد تو ان سنتنسز، ننهي الجمله، لا احنا اخر جمله بنحط نقطه حضرتك. شو اكسبلانيشن، لما نيجي نشرح نعمل نقدم شرح، اه لما اقول لك مثلا مثلا احمد ووز انجري وراح حاطط نقطتين كده، هي هيت ذا تيبل ويز هيز هاند، يبقى دي تنفع. express explanation exclamation بنعمل علامه تعجب. express result بنعبر عن النتيجه، فاحنا بنستخدم كلمه سو ونعمل قبلها كما، يبقى انت كده هتختار لي رقم بي المفروض اللي هي رقم بي. شو explanation، يبقى عايزك تركز كده انك بتستخدم الكولون عشان تعمل explanation. لو انت ما ذاكرتش رايتنج اصلا احفظ اللي هقول لك عليه في الاسئله دي، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كمان. try to keep your car clean and well maintained، حاول تخلي عربيتك نظيفه وحافظ عليها. it will sell more easily، هتباع بسهوله. احنا استخدمنا السيمي كولون اللي هو في الجمله دي، السيمي كولون اللي هو في الجمله هنا اللي حطها في نص الجمله دي. instead of a full stop، بدل من full stop to. طيب تعال نشوف كده، لو قرات الجملتين دول هتلاقي الراجل مديك جمله منفصل عن الثانيه. يعني اول واحده كده اللي هي try to keep your car clean and well maintained، دي جمله ودي كمان جمله، فكل واحده من دول كلوز، فاحنا عشان كده استخدمنا السيمي كولون عشان نفصل تو مين كلوز اللي رقم سي. طبعا الباقيين دول لو انت قراتهم هتعرف ان مالهاش علاقه بالموضوع. compare to main clause، انك تقارن حاجتين، يعني معنى كده في تناقض، والجمله ما فيهاش تناقض اصلا. انك تقدم unexpected event، احداث غير متوقعه، ولا شو exclamation اللي هي علامه تعجب، فولا واحده من دول. to make the following sentence correctly punctuated، عشان تخلي الجمله دي مترقمه ترقيم سليم، محتاجين ايه بقى؟ بيقول لك I'd have visited، طبعا في هنا ابوستروف المفروض، you if I had known you were ill، said امير. add a comma before if، قبل if نعمل كوما؟ لا. طب ليه؟ احنا متفقين ان الكوما بنستخدمها لو بدانا الجمله بالرابط، لو الرابط في نص الجمله مفيش كوما. add an apostrophe between i and apostrophe and b، هو ده اللي حصل زي ما قلت لك، هنا كده محتاجين apostrophe. remove the comma after ال، نشيل الكوما اللي بعد كلمه ال، حضرتك لازم قبل ما نجيب الفعل القول لازم نعمل نفصل الفعل القول عن الجمله، وده ليه طريقتين زي ما انت فاكر كده اكيد، ليه طريقتين. انك انت ممكن تقول مثلا على سبيل المثال عمر سد، وتروح عامل الكوما كده وتبدا تقول الكلام، او انك تقول الكلام الاول وبعدين تقفل وتعمل هنا كوما كده وتقول ايه عمر سد او سد عمر. المهم انك انت بتستخدم كوما عشان تفصل فعل القول اللي هو عمر سد عن القول اللي هو الكلام بين اقواس، نفس القصه استخدمناها هنا. طيب ارجع كده تاني، insert a question mark after امير and not before سد، اعمل question mark، هو اصلا مش جمله سؤال عشان نعمل question mark، يبقى الاجابه كده الصح رقم بي اللي هي add an apostrophe between I and apostrophe and D. ايه من دول is punctuated correctly؟ Did you know that I had been working from home for 2 months حاتم؟ هل عرفت انني كنت اعمل من المنزل لمده 2 شهر يا حاتم؟ محتاجين علامه استفهام لان ده سؤال. طبعا كده يبقى باظت. الثانيه
Did you know that I'd been working from home for 2 months؟ حاتم محتاجين نقول له يا حاتم، وانت عارف ان يا في الانجليزي هي الايه الكومه، فدي كمان باظت. التالتة Did you know that I'd، في هنا ابوستروفي ناقصه يبقى باظت. اذا الاجابه كده من منطقيا رقم B. طب تعال نأكد عليها برضو. هو عامل لك هنا في الاول did capital وايد موجوده ويا موجوده اهي، وعامل استفهام، يبقى الاجابه رقم دي اللي صح. رقم 6 بيقول لك which of the following is punctuated correctly، ده من اللونج مان برضو. امين سيد، انت لسه قايل لي حالا بنفصل فعل القول عن الكلام بكوما، مش موجوده يبقى باظت. طب اماني، اماني سيد، وعمل لي هنا كوما اهي زي ما انت شايف، وبعدين قال لك وات، اول السؤال لازم يكون كابيتال وعامله سمول فباظت. هنا عامل لي كوما وكابيتال. ا وندرفول سربرايز، اتس نايس تو سي يو هير، عادل. لاحظ بقى ان لما قال لك اتس ا وندرفول سربرايز يعني انها مفاجاه مدهشه، يعني دي جمله اكسكلاميشن، يعني جمله تعجب، فالمفروض ان في علامه تعجب موجوده اهي، يبقى الجمله دي مظبوطه. دي بالظبط زيها تمام، بس ناقص حاجه واحده بس. اولا نعمل علامه تعجب هنا، ثانيا انك انت فتحت الاقواس هنا ما قفلتهاش هنا، يبقى رقم دي برده غلط. الاجابه الصح كده رقم سي. ادخل على بعد كده رقم 7، بيقول لك which of the following sentences is punctuated correctly. اول واحده بيقول لك he is coming home late tonight. My father said. بص يا باشا، الكلام بين اقواس وفي ابوستروفي هنا عند he is، وعندك هنا الكوما اللي بنفصل بيها الكلام الفعل القول عن القول، فالجمله الاولى زي الفل وتمام مظبوطه اكس. طب نشوف، فتحنا الاقواس والابوستروفي موجوده وهنا كوما بس ما قفلش الاقواس، يبقى كده باظت. اللي بعدها نفس القصه برده، فتح الاقواس وقفلها تاني ومديني ابوستروفي، ما عملش هنا كوما، يبقى باظت. هنا نسي يعمل ابوستروفي يبقى باظت. يبقى الاجابه الصح كده رقم ايه اللي صح في ده كله، والراجل عايز الجمله المعموله ترقيم سليم. ادخل بعد كده على رقم 8، بقول لك زير ار 3 مين كلو، بقول لك which of the following is punctuated correctly. There are three main clues to the crime. في ثلاث يعني مفاتيح حل لهذه الجريمه. تمام لحد دلوقتي كده تمام. وبعدين حط نقطتين، لما نيجي نعمل تفصيل بعد اجمال بنعمل نقطتين فعلا، اللي هو الكولون. The need for money, the previous quarrel with the old man and المفروض ان الاحتياج للمال ده اول واحده. وبعدين كما والجمله الحاجه الثانيه and الثالثه، يبقى دي ناقصه فباظت. There are three main clues to the crime، وعمل نقطتين. The need for money عمل كوما، the previous quarrel with the old man and the blood on the young man's في ابوستروفي عشان ده ملكيه، يعني كده باظت. في الاولانيه كان عاملها ولا لا؟ عاملها. رقم سي، there are three main clues to the crime، عمل لي نقطتين عشان ده كولون عشان تفصيل بعد اجمال. دي الحاجه الاولانيه، وعمل لي ابوستروفي، عمل لي كوما، the previous quarrel with the old man and الحاجه الثالثه والابوستروفي بتاعت الاس والاخر نقطه، يبقى دي مظبوطه. طب هنا بقى يا سيدي نسي يعمل النقطتين اتنين اللي هم عشان تفصيل بعد اجمال، يبقى الاجابه الصح كده رقم سي هي اللي صح. طيب ادخل بعد كده على رقم 9، بقول لك مام بوت علي ا موبايل، الام اشترت لعلي موبايل. علي از كونسيدر تو بي، علي هنا بنسميه ايه بقى في الجمله؟ قبل ما نحل دي تعالى اما افهمك حته. رقم 9 بعد ما كتبتها للاسف ما لقيتهاش ظاهره في الفيديو، مش عارف ليه، بس هنكتبها تاني بقى. لما الراجل يقول لك في جمله مثلا داد بوت اي ا كات، الاب اشترى الاي قطه، حلو ركز معايا كده، هو مين اللي اشترى؟ الاب. فالاب ده الفاعل اسمه سبجكت، الفاعل بتاع الجمله. بوت اشترى ده الفيرب. طب اي دي بنسميها اوبجكت، دي كده اوبجكت، واكات برضو اسمها اوبجكت. طب امال المشكله فين بقى حضرتك؟ المشكله تمثل في الاتي، ان الاب اشترى ايه؟ اشترى القطه. القطه دي بنسميها الدايركت اوبجكت، يعني مفعول مباشر. الشخص اللي اشترينا له الحاجه او الشخص اللي عملنا له الحاجه بنسميه اندايركت اوبجكت، يعني مفعول غير مباشر. مثال كمان، لما نيجي مثلا نقول مثلا ذا ويتر، ذا ويتر بروت مي ا كاب اوف تي. لو جينا نفصل الجمله دي بنفس التفصيل اللي بنعمله، الويتر ده السبجكت الفاعل اللي عمل الحاجه، بروت ده الفيرب اللي في الجمله، مي ده بنسميه زي ما اتفقنا اوبجكت، واكاب اوف تي كلها برضو اسمها اوبجكت. بس انا لما سالتك هو الراجل ده، هو الويتر ده احضر ايه؟ كوبايه شاي، فدي بنسميها دايركت. ده اللي يهمني، يعني هو عمل ايه الراجل؟ جاب كوبايه شاي. طب المفعول بقى اللي هو مين؟ اللي هي اوبجكت برضو، ده بنسميها اندايركت اوبجكت. عشان كده عايزك تفهم، لما تقول الراجل او الجرسون النادل احضر فنجالا من القهوه، ده كده بنسميه مباشر. لعمر، يبقى عمر ده بنسميه اندايركت.
تعال نرجع كده لجملة رقم 9، نأكد عليها عشان هي مش في الفيديو للأسف. رقم 9 بيقول لك ايه؟ مام بوت علي ا موبايل. احنا لو ركزنا مين اللي اشترى الأمس؟ هي الفاعل. اشترت لمين؟ لعلي. اشترت له ايه؟ موبايل. لو انا سألتك الأم اشترت ايه يا عم؟ اشترت موبايل. فالموبايل ده بنسميه دايركت. أمال علي بنسميه اندايركت، فعشان كده احنا خدنا اندايركت أوبجكت. رقم 10 not verbs are verbs، هي الأفعال which don't act on something and have no object. أنت عندك في نوعين من الفعل، في فعل بيحتاج مفعول وفعل ما بيحتاجش مفعول. الترانستيف ده المتعدي اللي بيحتاج مفعول، ده لازم مفعول. طب الانترانستيف لا يحتاج الى مفعول. الراجل في السؤال بقى بيقول لك ايه اللي من دول اللي ما بيحتاجش مفعول؟ اللي ما بيحتاجش مفعول يبقى كلمه انترانستيف. امال الاكزيلري ده الفعل المساعد ومودل ده الفعل الناقص. طيب عندك رقم بعد كده رقم 11 the students are slowly gaining in confidence. العيال بداوا يكتسبوا الثقه. slowly معناها ببطء. إن عباره عن ايه دي؟ عباره عن ظرف. طيب ظرف ايه؟ ظرف حاله، يبقى adverb of manner. امال ايه adverb of degree اللي هو زي كلمه very وكده، adverb of place زي everywhere و somewhere وكده، adverb of time زي مثلا yesterday والناس دي كلها. طيب فانت كده عندك ظرف درجه ظرف حاله اللي هو اسمه adverb of manner. ادخل بعد كده على رقم مش عارف كام. take your coat and give me mine. خد يا عم المعطف بتاعك واعطيني معطفي. mine دي عباره عن ايه؟ ديت طبعا خد المعطف بتاعك واديني المعطف بتاعي، فدي حاجه بتعبر عن الملكيه. يا ترى صفه ملكيه ولا ضمير ملكيه؟ هروح انا اكتبهم لك هنا سريعا كده. ادي بيج تمبلت، بص معايا. انت عندك ماي ويور واور وهير وهز وذير. الناس دي كلها كده لازم يكون بعدهم اسم، حلو؟ طيب الناس دي بقى احنا بنسميها ايه؟ الناس اللي بعدها اسم دي هم لازم بما ان بعدهم اسم فهم اسمهم صفه ملكيه. طيب لكن عندك بقى ماين وعندك يورز وعندك اورز وعندك هيرز وعندك زيرز وعندك اتس، الناس دي كده اسمها ضمير ملكيه. هو ايه الفرق بينهم بقى؟ معلش كده في كلمه واحده، الفرق بينهم حضرتك في الاتي، ان الناس دول اللي هم اسمهم ضمير ملكيه لا يحتاج بعده اسم، لكن دي لازم اسم بعده. طب الراجل مديني في السؤال اللي عندي اللي قدامي مين؟ بيديني كلمة ماين اللي هي دي. طب ما تيجي نشوف كده هو بيتكلم على ايه بقى؟ عايز ايه في السؤال؟ احنا بعد ما فهمنا الآلية بتاعت الحوار، بيقول لك ماين عبارة عن ضمير عن ضمير ايه يا ترى؟ ريفلكسيف منعكس؟ لا، ضمير منعكس ده حضرتك اللي هو زي ماي سيلف يور سيلف وحاجات من دي. ريلاتيف اللي هو زي هو ويتش والناس اللي ضمائر ضمائر الوصل، ضمائر الوصل احنا كنا خدناهم قبل كده. طب بوزيسيف اللي هي الملكية أكيد هي دي، فده اسمه بوزيسيف بروناون. طب لو كانت اداني ماي بس لوحديها، ماي دي اسمها بوزيسيف ادجكتيف. I found the book nowhere. انا ما لقيتش الكتاب في اي مكان. كلمه nowhere هنا عباره عن عباره عن ظرف ايه؟ ظرف مكان. يبقى ده اسمه طبعا ما فيش كلمه ما فيش مكان في الاختيارات. تعالى نلقي نزع الاختيارات الاول كده وهنجيبهم من الغلط للصح. اول حاجه كده manner adverb اللي هو ظرف الحاله اللي هو زي كلمه مثلا slowly اللي احنا استخدمناها حالا، زي fast اللي هو بسرعه، زي badly بشكل سيء، ده اسمه كده manner. طب reflexive زي ما اتفقنا قبل كده، reflexive adverb اللي هو زي مثلا myself yourself الناس دي، ما فيش حاجه اسمها object adverb، بس في object المفعول عموما. طب indefinite، indefinite adverb اللي هو الظرف غير محدد. يعني ايه؟ انك تقول nowhere فانا مش عارف فين بالظبط، no person فانا مش عارف مين بالظبط كده. طب the government has carried out many projects، الحكومه قامت بتنفيذ العديد من المشروعات. out هنا عباره عن ايه؟ adverb ظرف ولا preposition حرف جر ولا adjective صفه ولا article؟ article اداه وادجكتيف صفه وبريبوزيشن حرف جر وادفيرب ظرف. انت عندك كلمه اوت، يعني طبعا اوت لوحدها كده بتستخدمها كبريبوزيشن. طيب لكن لو انت قلت لي كارت اوت على بعضها كده، ده اسمه فريزل فيرب. اللي عرفك ان ده بريبوزيشن، ما اصلا حافظ وفاهم كويس ان الفريزل فيرب لو انت فاكر كان عباره عن فيرب فيرب بلس بريبوزيشن. فما دام في فعل وبعده بريبوزيشن فاحنا بنكون كده الفريزال فيرب اللي هو الفعل الاصطلاحي. اذا دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن بريبوزيشن. بعد كده بيقول لك يو دي 15 يو وونت موف ذات ستون هاويفر سترونج يو ار، بيقول لك لا انت تستطيع ان تحرك هذا الحجر برغم كونك قويا. كلمه برغم دي اسمها رابط من الروابط، فهنا از ا كونجنكشن ربطت جملتين اتنين، انت قوي وانت تستطيع ان تحمل الحجر. يعني جملتين متناقضين في بينهم هاويفر يبقى ده تناقض، يبقى ده كده اسمها كونجنكشن يعني اداه ربط. Every man has his own habit، لكل شخص
his own habit. habit يعني عاداته الخاصة به. تعال نمسك واحدة واحدة في الاختيارات كده. أول واحدة كده demonstrative، دي الكلمة اللي احنا بنستخدمها عشان يعني بمعنى أسماء الإشارة زي this و that و this و those. quantifiers دي اللي هي المحددات اللي هي زي مين؟ زي some و all والناس دول. طيب interjection دي اللي هي كلمة أخرى بمعنى exclamation، علامة التعجب. يبقى دي his اسمها determiner، يعني محددات، بتحدد الحاجة بتاعتك إمتى. كلمة this and this is not yours، كلمة this في السياق اللي هو this is not yours، مش بتاعتك، هذه ليست ملكك. دي عبارة عن ايه؟ لسه بقول لك اهو this demonstrative، يبقى demonstrative رقم ايه؟ which is the following is an interjection. interjection يعني حاجة محتاجين نحط عليها اخرها علامة تعجب. moreover علاوة على ذلك، دي لفظة بتفيد الاديشن الاضافة. dad يعني ابي، دي نون عادي. طب رينيم يعني عيد تسمية. طب اوتش، اوتش لما تخبط دماغك في حاجة مثلا وانت ماشي او تخبط رجلك في حاجة فبتقول اوتش، حاجة كده زي نظام اه بالمصري. وانت عارف ان احنا اي جملة بتعبر عن مشاعر بنحط معاها علامة تعجب، فدي اوتش انترجكشن. طيب عندك يا باشا بعد كده السيلابل منت اللي في كلمة انفستمنت بتعبر عن ايه؟ عشان تفهمها كلها كده تبقى واخد بالك من القصة دي، بص معايا. هابي ان هابلي، بغير سعادة. انت ركزت في دي اصلا عبارة عن ثلاث مقاطع، كلمة ان وكلمة هابي كده وكلمة لي كده. الان دي بنسميها بريفكس، ال واي دي بنسميها سفكس، هابي دي بنسميها الستم بتاع الكلمة او الروت بتاع الكلمة، الجذر بتاع الكلمة، الاصل بتاع الكلمة. الراجل هنا في السؤال بيديني ايه بقى؟ بيقول لك انفست ده الكلمة الاصلية وبعدين منت، فبيقول لك ان كلمة منت عبارة عن ايه؟ عبارة عن سفكس، مش محتاجة كلام. دي رقم 20 ده بقى، والحبة الاسئلة اللي بعدهم دول اهم جزئية في الاسئلة كلها بقى، ركز معايا. في رقم 20 بيقول لك ايه؟ A sentence contains، اي جملة في الدنيا بيكون فيها subject فاعل، مفيش جملة في الانجليزي ما بتبدأش بالفاعل زي ما انت فاهم، جملة خبرية عموما يعني. بيكون فيها فاعل وايه تاني؟ pronoun وضمير، ما هو الضمير ده اصلا هو الفاعل. adverb ظرف، ولا لو في جملة فيها فاعل وظرف مش جملة، كده جملة ناقصة. interjection اللي هو جملة اللي هو الاكسكلاميشن برضه لا وبريديكت. بريديكت دي بقى يا سيدي، بريديكت ده اللي هو الخبر يعني. اي جمله في الانجليزي ده تبدا بفاعل وبعد الفاعل نجيب بقى المكملات اللي هي فعل وكده، الجزئيه الباقيه دي بنسميها بريديكت. طيب رقم 21 sentences which are incomplete، الجمله اللي مش كامله بنسميها fragment زي ما اتفقنا قبل كده. طيب والجمله دي كان جه واحده السنه اللي فاتت في امتحان ثانويه عامه، بيقول لك which sentence is incomplete. بص يا عم، لما تقولي I مثلا injured، جمله زي كده I injured my arm، يعني انا اصابته او انا جرحته ذراعي، جمله كامله، انا فاعل وفعله مكملات. طب لو انت تيجي تقول لي بقى مثلا تقولي I injured وسكت، لا دي كده اسمها fragment. fragment يعني incomplete sentence، يعني جمله غير كامله. طيب فالراجل هنا بيقول لك بقى في السؤال، بيقول لك الجمله دي كانت في امتحان السنه اللي فاتت، الجمله اللي بتكون غير كامله incomplete بنسميها ايه؟ fragment. احفظ الكلمتين دول مع بعض، fragment و incomplete نفس المعنى. 22 راجل بيقول لك let go of me، ابعد عني، دي عباره عن ايه يا ترى؟ is a not sentence، explanatory تفسيريه، interrogative يعني جمله استفهاميه سؤال يعني، ولا declarative جمله اعلانيه يعني خبريه اخر نقطه، ولا imperative دي جمله الامر. الراجل بيقول لك ابعد عني يبقى بامرك، يبقى دي imperative مباشره امر. طيب لو قال لك بقى where do you live، اين تعيش، يبقى دي اسمها interrogative. I have a car اسمها declarative كده يعني. طيب بعد كده رقم 23 بيقول لك though she was tired، برغم كونها متعبة. دي عبارة عن ايه ترى؟ dependent ولا complete ولا full ولا independent؟ هنيجي هنا كده على السبورة ثانية واحدة، او هنضيف سبورة بيش تمبلت. بص معايا، لما اقول لك مثلا في جملة اماني، جملة زي كده اماني one ذا ماتش، اماني فازت بالمباراه، ذو شي ووز تايرد، انت عندك كام كلوز يعني كام شبه جمله في او كام جمله صغيره في دول يعني، ادي واحده ادي الثانيه، مين في دول ينفع نفصلها ونخليها جمله مستقله تدي معنى؟ اماني وان ذا ماتش، اماني فازت بالمباراه، فدي بنسميها انديبندنت، يعني ايه؟ يعني جمله مستقله. طيب الجمله الثانيه بقى اللي هي ذو شي ووز تايرد، برغم كونها متعبة، ده كله كده ده بنسميه دي بندنت، يعني ما ينفعش يديك معنى من غير الجملة الأولانية. كمان مثال، علي cried a lot، علي بكى كثيرا. also
also he took what he needed برغم انه اخذ ما احتاجه. طيب تعال نشوف كده. لو انا قلت لك برغم ان هو خد كل اللي محتاجه، انت فهمت حاجه؟ لا ما فهمتش حاجه. فدي اسمها dependent clause. يعني ايه dependent clause؟ يعني ما نفهمهاش من غير الجمله الاولانيه الاصليه. طب اماني علي بكى كثيرا، انت فهمت ان علي عيط كتير، فدي اسمها بقى ان dependent clause. طب ما تيجي نطبق الكلام ده كده في جملتنا اللي احنا بنشتغل فيها. انت بتقول لي برغم، بتقول في الجمله ايه؟ برغم انه كان متعبا وسكت. يبقى دي اسمها كده اندبندنت كلوز، يعني جمله مستقل، جمله غير مستقله او معتمده على الجمله الاولانيه. تعال نطبق بقى في رقم 24. الجمله رقم 24 برضو نفس الفكره، بيقول لك اي هيت هيم از هي از كرول، انا بكرهه لان هو قاسي. حلو، اي هيت هيم دي اول جمله، از هي از كرول دي الجمله الثانيه. لو هنفصصها كده الاولانيه اي هيت هيم انا بكرهه، انا فهمت معنى، فدي اسمها اندبندنت يعني جمله مستقله. As he is cruel دي كده dependent. الراجل عايز يبقى عايز dependent clause اللي هي as he is cruel اللي هتلاقي أول واحدة اهي as he is cruel. الجملة اللي بعد كده رقم 2 رقم 25 apostrophes. الأبوستروفي اللي هو علامة الأبوستروفي indicate بتعبر عن position ملكية. ما احنا لما نقول عالز يعني حاجة عالي، ملك عالي، فدي معانا ماشي. introduction المكملة، completion المكملة، conclusion الخاتمة بره اللعبة، يبقى أنت كده معاك الأبوستروفي في الملكية. طب رقم 26 are used to express proportion عشان تعبر عن النسب. مش فاهم يعني ايه برضه بتعبر عن النسب. بص يا حاج، لما تيجي في جمله مثلا تقول لي اقلب يا عم، لما تيجي في نفس في جمله تقول لي 3 الى 7 من الشباب، 6 الى 8 يعني كل ال 8 مش عارفهم 6 كده يعني، انا مش طبعا ماليش في الرياضه بس هي بتبقى شكلها بالمنظر ده. استخدمنا مين في النص؟ استخدمنا الكولون، يبقى انت كده كولونز. which is a compound sentence يعني ايه compound sentence؟ تعالى بقى اكد لك افهم لك الحته دي كده. انت فاكر زمان لما كنا بنقول sister in law دي كنا بنقول عليها ايه؟ compound noun. وكنا بنقول برضو على سبيل المثال long sighted، كنا بنقول دي اسمها compound adjective. لو سالتك احنا ليه سمينا ده كومباوند نون، هنقول لي عشان ده اسم مركب من اكتر من كلمه. وليه كومباوند ادجكتيف؟ عشان ده صفه مركبه مكونه من اكتر من كلمه. فكلمه كومباوند يعني من اكتر من حاجه. فلما يكون عندك جمله وبعدين رابط وبعدين جمله ثانيه، فدي اصبحت جمله واحده اخر نقطه واحده اهي، فهي كلها كده جمله بس مكونه من جملتين، فبنسميها كومباوند. تيجي نطبق ده على نفس السؤال كده ونشوف. الراجل بيقول لك ايه من دول كومباوند سنتنس؟ منى جوت اب ليت جمله واحده، تمام. احمد انتظر الاتوبيس جمله واحده. طب انا بحب اللعب مع اصدقائي جمله واحده. لكن في الجمله دي بقى بقول لك ايه؟ I love tennis but my sister loves football. يعني ايه؟ يعني ادي جمله I love tennis دي جمله، ولكن ده الرابط اختي بتحب الفوتبول، يعني جملتين اتنين، فبنسميهم بقى compound sentence. L N is a word that identifies a person, a thing or an idea, quality or a state. هي مين الكلمه اللي بتعبر عن الشخص او الشيء؟ شخص زي هيثم واحمد وعلي، شيء زي a car a cat، idea زي reading sleeping playing patience لو سوية quality اي حد من دول، يعني ده اسمه ايه؟ ده الناون الاسم. لكن الادجكتيف هي الصفه، الكلمه اللي بتوصف الاسم، الكلمه اللي بتوصف الاسم والشيء وكده. طيب الادفيرب الظرف اللي انت خدت طبعا عارف، لو في حاجه من دول انت مش فاهمها يا ريت ترجع تسمعها على اليوتيوب مشروحه بالتفصيل على القناه. الظرف الكلمه اللي بتوصف الفعل، أو الكلمة اللي بتوصف الظرف نفسه، أو الكلمة اللي بتوصف جملة سليمة. البريبوزيشن حرف الجر، الكلمة اللي بتعبر عن مكان الشيء، زي مثلا إن، زي كلمة أوت الناس دي، وزي كلمة إحنا لسه واخدين حالا كاري أوت يعني نفذ، قلنا كاري فعل وأوت بريبوزيشن. The car was repaired yesterday. Is a not sentence. السيارة أصلحت بالأمس. يا ترى دي فراجمنت؟ لا يا فندم، فراجمنت أنت قلت لي معناها إن هي جملة incomplete، يعني جملة مش كاملة. اكتف يعني مبني للمعلوم، لا مش معلوم حضرتك بتقول السياره اصلحت. طيب باسف مجهول؟ ما هي اصلحت مجهول. انكمبليت، ما هو انا بالعقل يا مستر انا اصلا طالب شاطر عارف ان دي وايه نفس المعنى، فهم الاثنين يروحوا مع بعض. طيب رقم 29 ذا انوت سنتنس ستيتس ا فاكت، بتعبر عن حقيقه. ستيت يعني بترسي حقيقه. ترجم لي واحده بواحده. اول واحده كده الامبيراتيف اللي هي صيغه الامر، دي امر. اكسكلاماتوري اللي هو الجمله التعجبيه اللي خلال التعجب. طيب الانتروجاتيف ستيتمنت اللي هي الجمله الاستفهاميه السؤال. طب الاسيرتيف التوكيدي، بالمنطق كده حتى لو انت مش عارف مين في دول بتعبر عن حقيقه اكيد توكيديه بتاكد لك حقيقه معينه.
is a group of words مجموعة من الكلمات which has a subject and a complete finite verb يعني مجموعة من الجمل أو مجموعة من الكلمات اللي بدأ بفاعل وبعدها جملة كاملة. دي مين فيهم؟ عشان تفهم دي تعال معايا ثانية واحدة بس على الصبر ونرجع تاني. أول حاجة كده عايز تعرفها يعني إيه sentence. sentence اللي هي بالعربي كده يعني الجملة. دي عبارة عن a group of words عبارة عن مجموعة من الكلمات that makes complete sense. يعني إيه؟ مجموعة من الكلمات بتديك معنى. على سبيل المثال I love water أنا أحب الماء. كلمات أهي ولما ترجمناها وخدنا منها معنى يبقى دي جملة كاملة وزي الفل. طيب حتة كمان بقى مرحلة تانية ولك إن السنتنس أي سنتنس في الدنيا السنتنس بيكون فيها حاجتين اتنين subject تبدأ بالفاعل اللي هو الفاعل بتاع الجملة اللي هو زي نظام المبتدأ في اللغة العربية كده وحاجة اسمها predicate اللي هو زي خبر. يبقى الجملة بتبدأ بمبتدأ وبعدها خبر. الجمل اصلا السنتنس بيكون فيها حاجه من اتنين اما ان يكون فيها فريز او كلوز. طب ايه الفرق بين الفريز والكلوز؟ الراجل في السؤال بيقول لك از ا جروب فورس ويتش هاز بيكون فيها فاعل وكده. ارجع بس سريعا كده هنا بص لي وقول لي مين اللي بيكون فيها فاعل اهو. اللي قال لك ذات هاز فيها فاعل يبقى دي كلوز. يبقى انت كده هتختار الكلوز الشطور واتمنى تكون فهمتها. كلوز دي رقم بي. خلصنا لأول جزئية. الجزئية الثانية هتكون في فيديو لوحدها برضو يعني هم أربع حصص يعني الكتاب مقسم الجزئية دي لأربع حصص كل حصة هنعملها في فيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.